السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. العمالة الوافدة، مخاطر أمنية من الاستقدام العشوائي، ومحاذير من النسب المرتفعة لعديد الجرائم التي ترتكبها. بمشاركة أكثر من 13 مليون تلميذ وطالب، أجراس المدارس تقرع إذانا ببدء العام الدراسي وسط حاجة متزايدة للمستلزمات المختلفة. حياكم الله. بالإضافة إلى مخاطرها الاقتصادية وتسببها بتزايد مؤشرات البطالة المحلية، تتوالى التحذيرات الأمنية من العمالة الأجنبية اللي بدأت تشكل هاجس وقلق متصاعد يصل حد التحدي الأمني، خاصة مع غياب قاعدة البيانات الدقيقة لعديد هذه العمالة الوافدة وشرعية تواجدها. فكم الأحداث اللي تشير باستمرار إلى تصاعد الجريمة المنظمة اللي تنفذها هذه المجموعات واللي تقترب من صفة المافيات، يوجب من الجهات المعنية وضع حلول عملية تتناسب هذا التمدد في الإشكالات الأمنية اللي تسببها هذه العمالة غير الشرعية. أما في ملفنا الثاني لحصادنا في هذه الليلة مشاهدي الأحبة، نتحدث عن مشاركة أكثر من 13 مليون تلميذ وطالب، قرعة أجراس مدارس العراق إذان ببدء العام الدراسي الجديد، سعادة غامرة للملاكات التربوية وفرحة عيون التلاميذ مستمرة في وجوههم، توجيه الأجيال لتعلم الحرف والنقش في عقولهم وإرشادهم في الابتعاد عن مواطن الانحراف، غير أن هذه المسيرة التربوية لا تزال تسير في مساحة شاسعة من التعثرات نتيجة غياب المستلزمات الأساسية لهذه المسيرة المقدسة. نقص في الأبنية، في المناهج التعليمية اللي تعد أس مشكلات النظام التعليمي في العراق، واللي أدت وستؤدي بطبيعة الحال إلى مخرجات مشوهة تقطع سلسلة الطموحات وتقلل من خيرات المواجهة. ملفين في حصادنا لهذه الليلة راح نتحدث عنهم وناقشهم مع ضيوفنا الكرام المتخصصين في هذين الشأنين، تتفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا.
حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين السيد العقيد الحقوقي محمد العبادي مدير اعلام وعلاقات مديريه الاقامه في وزاره الداخليه. اهلا بك سياده العقيد، حياك الله ضيفي الكريم. وكذلك ارحب بضيفي الكريم الاستاذ فيصل راضي ريكان الخبير القانوني ضيفا كريما في الاستوديو، حياك الله استاذ فيصل. ابدا مع حضرتك، تتسع دائره التحذيرات استاذ فيصل من العمالة الأجنبية اللي تغزو العراق، وهذه التحذيرات مرة سياسية مرة اجتماعية، وهذه العمالة تغزو العراق بشكل وبأعداد كبيرة وبشكل مخالف للقوانين النافذة. هسه إذا ما تحدثنا عن قوننة هذه العمالة وطريقة تواجدها، كيف تبرر الأمر؟ مساء الخير عليك أستاذ أحمد وعلى ضيفك الكريم ولمشاهدي قناتكم العزيزة. حقيقة هذا الموضوع اللي اليوم راح نتحدث فيه موضوع خطير ومهم جدا، باعتبار أن العراق بلد ناهض، يعني بلد يريد أن ينمو. نحن بحاجة إلى عمالة متقدمة في الاختصاصات، يعني من نريد نجيب عمالة أجنبية يفترض أن نجيب ناس متخصصين نحتاجهم في النواحي التكنولوجية التي ممكن أن تطور عمل البلاد. لكن للأسف الشديد اليوم نشوف في شوارع بغداد حتى العاطلين عن العمل من هؤلاء الوافدين على للعراق، وبشكل غير يعني بشكل غير منتظم وعشوائي ودون تخطيط للأسف الشديد. احنا اليوم ايضا موضوع مهم انه احنا لدينا من الشباب العاطل عن العمل والذي يبحث عن فرصة عمل، بإمكان هؤلاء الشباب أن يعملوا في مختلف نواحي الحياة، لكن تترك المسألة لهؤلاء الوافدين، وبصراحة هم لا يمثلون رقي الدول التي جاءوا منها، يعني دول فقيرة تعبانة لا تمتلك من الشهادات والاختصاصات اللي ممكن أن تخدمنا. لذلك احنا يجب أن يعاد النظر في هذه المسألة. أولا احنا فعلا وضعت شروط في من قبل وزارة الداخلية، ويمكن يأيدني السيد العقيد بهذا الموضوع، أنه الآن عندما يأتي شخص أو يفد شخص إلى العراق يجب أن يقدم طلب من قبل الشخص الذي يأتي به أو يريد أن يستخدمه ويكون مسؤول عنه. لكن للأسف الشديد اليوم هذه المسألة لم تكن بالشكل الجدي الذي يمنع قيام هؤلاء بأعمال تخريبية وبأعمال تتنافى مع المصلحة العامة ومع الغرض الذي أتوا منه. لذلك يجب أن يعاد النظر في هذا الموضوع بشكل جاد وتطبق التعليمات. طيب أما أستاذ فيصل، يعني خلي الموضوع الثاني ننتقل، لكن بعد أن نناقش هذا ما تفضلت به مع الأستاذ محمد العباد. أستاذ محمد يتفضل أستاذ فيصل حول يعني امتعاضه من الاستقدام العشوائي للعمال الأجنبية وكونه ينذر بمشاكل أمنية. نتحدث عن ارتفاع عدد الجرائم المنظمة في العراق واللي ترتكبها هذه العمالة، يعني حقيقة هل معنيين في مديرية الإقامة بتأشير الجرائم التي ترتكب من هذه العمالة، وبالتالي ما هي وسائل المعالجة؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولقناتكم الكريمة. لك كل التحايا. بصراحة أستاذ، إحنا مديرية شؤون الإقامة مديرية خدمية تابعة لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اللي بدورها تفعل قانون الإقامة اللي تابع لوزارة الداخلية. قانون الإقامة قانون ينظم عملية دخول الوافد الأجنبي إلى البلاد، وعملية منح سمة الدخول على ضوء طلبات الوزارات والأشخاص المعنيين اللي تم ذكرهم من قبل الأستاذ. بصراحة القانون واضح وصريح للكل بإدخال العامل الأجنبي وفق شروط وسياقات قانونية، لأنه الحدود مسيطر عليها تماما، وتنفيذ قانون الإقامة بالنسبة للشركات والوزارات وفق تعليمات رسمية صادرة وفق هذا القانون اللي هو المرقم 76 لسنة 2017. فعملية البطالة اللي حاصلت حاليا اللي ذكرها الأستاذ، بصراحة أنا أيد يعني كلام الأستاذ بخصوص تخصص الوافدين والعمالة والتطور الاخير اللي حصل عندنا، ويعني وتوجيه الدولة رئيس الوزراء المحترم بخصوص المشاريع الاستثماريه والمشاريع الاستراتيجيه، وسبق وان ذكرنا هاي المواضيع واللي تخص وزاره العمل، يجب ان يكون هناك بصراحه يعني من اهم المواضيع الرئيسيه اختيار الفنيين العاملين.
كأن يكون الأطباء، كأن يكون الاختصاص المهندسين في المشاريع الأخرى النفطية وغيرها. هذا العمل راح ينجح المشاريع ويكون أساس عمل البطالة اللي موجودة بتدريب أبناؤنا وأولادنا وتوفير فرص عمل كثيرة. طيب هنا نتحدث عن أستاذ فيصل، لما وصل الحال بأن تسكن داخل الأحياء السكنية هذه العمالة، ليش ماكو متابعة دقيقة أو طريقة محاسبة هذه العمالة من الناحية القانونية؟ أكو قانون ينظم هذه العلاقة؟ ما توفره العائلة العراقية أو الأسرة للمعينات في البيوت؟ يعني أكو عندنا قانون له هذا متروك في خانة الشركات، شركات الاستقدام، وبالتالي لربما تحدث مشاكل من خلال عدم تنظيم هذا الأمر. هو شوف أستاذ أحمد، كل الوافدين وجميع من يوجد على هذه الأرض، على أرض البلاد، مشمول بالقوانين العراقية بالتأكيد، يعني قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، نص صراحة بالمادة 6 من عنده أنه كل جريمة تقع داخل البلد أو حتى خارج البلد مشمولة بالأحكام الواردة في هذا القانون. فإن قام هذا الوافد بجريمة قتل تنطبق عليه أحكام المادة 406 405 من قانون العقوبات. لكن وين المشكلة؟ المشكلة أنه كان يفترض أن هؤلاء الأشخاص الذين يأتون من خارج البلد تكون هنالك معلومات كافية عنهم. يعني هسه احنا من نريد نسافر إلى أي دولة حتى لغرض الزيارة 10 أيام 15 يوم شهر لنفرض، الدولة التي نريد أن نذهب إليها تطلب سي في للشخص، معلومات، وبالتالي تسأل عنه وتدقق عنه، يلا تمنحه الفيزا من أجل دخول بلدها. هذا جاي يعيش في هذا البلد، يفترض أن تكون هنالك معلومات دقيقة عنه. وهذه مشكلة الشركات التي تأتي بهؤلاء الأشخاص، ويفترض أن يحاسب صاحب الشركة أو مدير الشركة الذي جاء بعنصر وقام بأعمال مخالفة للقانون، بالإضافة إلى تطبيق أحكام القانون العراقي على هؤلاء الأشخاص، لأنه وجودهم أصبح مضر للمجتمع. وبالتالي كثير من الجرائم، جرائم القتل والسرقة، الحقيقة مثبتة أيضا في مراكز الشرطة وفي كثير من الحالات. أضيف لك معلومة أخرى، احنا في الزيارة الأربعينية، زيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، أنا كنت موجود هناك، وعوائل يعني من دول مختلفة كانت تعمل على الجدية وبمسائل تافهة جدا أيضا موجودة بالشارع. هذه يفترض أن تتابع، يعني لا يمكن أن تترك الحبل على الغارب، وبالتالي تكون نتائج وخيمة على المجتمع أكيد. أستاذ محمد، لما نتحدث عن هذه الشركات اللي تستخدم هذه العمالة، تعاملكم كمديرية هل مع هذه الشركات أم مع العمالة مباشرة؟ وأيضا ليش ما يتم فرض عقوبات قانونية على أصحاب الشركات وكل من يشغلون هذه العمالة الوافدة اللي ما تمتلك مستمسكات أو وثائق قانونية؟ تمام. سؤال أستاذ، بصراحة سؤال سيد الخبير القانوني وسؤال حضرتك وجيه جدا. آلية منح سمات الدخول اللي يتم عن طريق الشركات، بصراحة شركات المسجلة لدى وزارة الداخلية في مسجل الشركات، نعم، مسجلة مثبتة عندنا بأوراق رسمية داخل مديرية شؤون الإقامة، هاي الشركات يعني خاضعة للتفتيش ولديها إجازة ممارسة المهنة باستخدام العمالة الأجنبية والعربية. أكو ضوابط لتقديم طلبات هذه الشركات عن طريق وزارة العمل أو عن طريق الوزارات المتعاقد معها. فهنا عندنا تنفيذ قانون الإقامة راح يتم مباشرة مع هاي الشركات بتقديم طلباتها وتقديم الأوراق الرسمية المسجلة بها الشركة وعن طريق مخولهم الرسمي، وتقديم نسخ من جوازات السفر للعمالة الوافدة كأن يكون العاملة والدول الأخرى أي جنسية بالمشاريع الصغيرة أو الكبيرة أو القطاع الخاص أو العام عن طريق هذه الشركات. هذه الشركات خاضعة لقانون الإقامة ولقانون العمل رسمي، واستخدام العمالة يتم عن طريقها وفق قانون الإقامة، وتتم متابعة هذه الشركات بواجبات ميدانية مستمرة من قبل مديرية شؤون الإقامة، قسم الإبعاد والإخراج والمفارز المشتركة، قيادة العمليات وجهاز المخابرات الوطن العراقي. بصراحة أستاذ، هذه الواجبات يومية ومتكررة، وأسفرت هذه الواجبات من خلال عدم التزام بعض الشركات
لتجاهلهم لقانون الإقامة أو لتعمدهم لمخالفة القوانين والأنظمة داخل البلد، كأن يكون جلب أيدي عاملة وبيعهم في أماكن غير أماكن عملهم، أو تسريب العمالة عن طريق هذه الشركات أو عن طريق أماكن أخرى أو طرق احتيالية بإدخالهم ومخالفتهم وعدم مغادرتهم أثناء خلال انتهاء فترة سمة الدخول اللي ممنوحة لهم، كأن يكون سمة العمل أو غيره. هنا دور مدير شؤون الإقامة بعد القبض على صاحب الشركة أو من يخوله في مدير شؤون الإقامة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة، وتقام دعوة وأوراق تحقيقية رسمية من قبل الممثل القانوني لمدير شؤون الإقامة في محاكمنا، والأمر يعني جاري على ساق وقدم، ولدي إحصائية بعدد الشركات اللي تم إقامة الأوراق التحقيق خلال فترة الست أشهر، ما يقارب 38 شركة مخالفة لقانون الإقامة، وتم إقامة دعوة رسمية في مديريتنا وإبلاغ وزارة الداخلية ومسجل الشركات ووزارة العمل وإغلاقها وإحالة صاحبها للمحاكم العراقية لمخالفة شروط الإقامة. تمتلكون سيادة العقيد بيانات عن الشركات، ولكن هل تمتلكون قاعدة بيانات عن هذه العمالة بحد ذاتها؟ يعني مو فقط الإجازة ومدتها الزمنية، نتحدث هنا عن وين يشتغلون، أرباب عملهم منو، سكنهم وين؟ نعم، عادة منهاج تقديم طلب لتقديم طلب من قبل الشركات لإدخال العمالة يتم بطرق، وهي أولا يقدم سي في كامل للشركة وللعمالة أين يقيم في الوقت الحاضر، نعم، بالاستمارة الإلكترونية اللي تقدم من قبل الشركة، وأين يقيم عند دخوله للبلاد، نعم. وبعد هاي الإجراءات اللي تقدم من قبل الشركة المدير شؤون الإقامة يتم أخذ موافقة التدقيق الأمني، مكتب التدقيق الأمني اللي هو جهاز المخابرات العراقي لوزارة الخارجية. أنوه على سؤال حضرة السيد الخبير القانوني قبل شوي اللي ذكره بأنه إحنا عند مغادرتنا البلاد الأخرى يتم جمع معلومات، نعم نفس القانون، وهنا هم يتم جلب كافة المعلومات عن هذا الوافد وعن طريق القنصليات والسفارات، لكن المشكلة إحنا تعرف أستاذ لكثرة الزيارات المليونية والدول الآسيوية الفقيرة والمجاورة، في يتم إدخالهم عنوة ويتم تسريب العمالة، فهنا يعني تدري مدير شؤون الإقامة راح تأخذ إجراءها الرسمي اللي هو تنفذ القانون بحق المخالفين، كأن يكون الجدية اللي ذكرها الأستاذ أو غيرها، لكن تعرف أنت عملية التسفير والإبعاد تخضع لقوانين وإجراءات تسفير من بلد إلى آخر وإجراءات صارمة، كأن يكون هذا الشخص ما عنده تمثيل دبلوماسي، أو كأن يكون الشخص اللي ذكره الأستاذ الكفيل العراقي اللي أدخله يعمل عند شخص آخر، فهذه الإجراءات تؤخر عملية التسفير. ومع ذلك يعني عندنا إحصائية خلال هاي الست أشهر الماضية، يعني أنطيك عدد، سفرنا ما يقارب 7111 مخالف خلال الثمانية أشهر الماضية، وهذا العدد أستاذ يعني مو عدد طبيعي، كبير مو سهل، يعني عدد حيل يعني كبير بصراحة، وهذا الشيء وفر لنا بصراحة قاعدة البيانات الرئيسية موجودة عند جهاز المخابرات لكل عامل وأين عمله وإقامته وتفاصيل أخرى عن كل وضعه. طيب. وبالتسريب راح يبين عندنا، نعم، أين السرب وأين تم القبض عليه. أه. بصراحة أستاذ فيصل يعني 7850 7100 تقريبا وعدد 7100 وكسر، نعم، نعم. بالمدة الأخيرة، نعم، يعني هذا العدد ليس بالقليل، فضلا عن العدد الباقي هو بوجوده غير الشرعي والقانوني بالعراق، وتكررت بالمدة الأخيرة السرقات اللي تقوم بها هاي العمالة الأجنبية، أيضا سجل يعني حافل بعمليات الخطف قامت بها هاي العمالة، الوصول لهذا الحد مو يدق ناقوس الخطر ويهدد الأمن والاستقرار السلمي والمجتمعي؟ أكيد أكيد أستاذ، إحنا أنا راح أتحدث لك عن مشاهد أنا شفتها بعيني، يعني هذول قسم من الوافدين التقينا بهم بمناسبات، يعني لا يستطيع أن يتحدث اللغة العربية ولا يستطيع أن يتحدث اللغة الإنجليزية، واللغة مالته ما أعرف منين جايبها، فلهذا وجوده لا يمتلك شهادة، لا يمتلك مقومات خدمة ممكن أن يأديها للبلد، هذا شنو جاي، شو سوي بيه أنا جاي هنا، يزيد لي البطالة ويزيد العلة والآفات على المجتمع، وممكن يكلفني مبالغ طائلة، ويكلفني غذاء، ويكلف كذا، لذلك هذه يفترض أن يعاد النظر بها بشكل واقعي وملموس، بحيث أنه لا يبقى هؤلاء الأشخاص
متروكين ويعملون على هواهم. نعم كثير من الأشخاص مثل ما تفضل سيادة العقيد أنه يأتي بالشكل الأصولي ويكف له شخص معين أو صاحب شركة وبالتالي يتسرب إلى غير أعمال، مو حتى مو بالعمل اللي جاء اللي إجا من أجله. لذلك هذه يجب أن يعاد النظر بها، وبالتالي حفاظا على أقل تقدير على أمن البلد، لأنه أنت هذول بما أنه أنت ما تمتلك عنا معلومات أمنية كاملة فقد يكون يشكل خطر على الأمن المجتمعي. شنو الخطر يعني؟ أكو استغلال لهذه العمالة لتنفيذ عمليات قد تكون إرهابية مثلا أو تأخذ طابع الجرائم المنظمة؟ ممكن، نعم بالتأكيد، يعني ممكن أن يجند من قبل العناصر الإرهابية، وهذا تجنيده سهل لأن هو جاي يريد يحصل فلوس، يعني ما أولا ما ينتمي لهذا البلد ولا تربط علاقة بهذا البلد، بعدين حتى يعني حتى انتماء الديني والسياسي غير معروف، بحيث أنه أنت ما تقدر تتفاهم وياه، يعني لا لغة ولا تحصيل العلمي يسمح لك أنه تتحدث معه ويطرح لك أفكاره. هذول وجودهم أنا بتقديري الشخصي أنه أصبح خطر، لذلك يجب أن يعاد النظر في وجودهم، وبالتالي إعطاء فرصة للشباب العراقي من أجل أن يحلوا محلهم في الأعمال التي يقومون بها. طيب سيادة العقيد، نحتاج إلى تأسيس نظام رقابي متكامل ليس فقط من مديريتكم وإنما لربما من بقية مديريات الوزارة، يعني على أقل تقدير يرفع من مستوى الخدمة أو مستوى الأجهزة الأمنية المختصة بمراقبة العمالة الوافدة؟ أستاذ أكيد هو ما يخفى عليك، إحنا وزارة الداخلية بكل أصنافها معنية بتنفيذ أي مخالفة داخل البلد، وهنا تعاون عندنا موجود يعني، وهذا التعاون بالعاصمة بغداد بكل محافظات، وعندنا آلية عمل رئيسية نعمل عليها وهي بتنفيذ الواجبات المستمرة مثل ما ذكرت سابقا، نعدنا قسم الإبعاد والإخراج مع الاشتراك مع قيادة العمليات وبوامر رسمية، وعلى ضوء يعني إبلاغ بصراحة عندنا فد نشاط يعني بالآونة الأخيرة اللي هي من خلالها تم تسفير هؤلاء، عندنا شعبة مستحدثة. نعم. يعني بصراحة السيد وزير الداخلية المحترم تعرف جنابك متابع للواردة والشاردة ومتابع لكل مديرياتنا، فاستحدثنا شعبة اللي هي شعبة تلقي الاستجابة السريعة بالهواتف الساخنة والإيميلات اللي أحاب يعني نوع عليها. نعم. هاي من خلال تلقي الاتصالات من المواطنين، يعني صار أكو وعي يعني عند المجتمع أنه تبليغ على حالات المخالفين المتواجدين كل أماكن. أما بخصوص جنابك وسؤالك الكريم بتفعيل دور وزارة الداخلية، دور وزارة الداخلية مفعل بالكامل وعملياتنا مستمرة، والقبض على المخالفين بالعراق كافة من الشرق إلى الشمال ما بيها مجال، لأنه إحنا ننفذ واجبات رسمية وما نتهاون، لأنه هذا الشيء يدخلنا في إشكال قانوني بصراحة بأمن البلد، وخاصة مثل ما ذكر الأستاذ العمالة الأجنبية الوافدة داخل البلاد باعتبارها تمثل يعني فد خطر سريع الاشتعال، خلينا نقول انه معلوماتنا وتفاصيلنا الاخرى بالتعاون مع الاجهزه الامنيه صارت عندنا حالات يعني اللي جريمه المنظمه البسيطه اللي هي مثلا حالات السرقه او غيرها والاعتداء على رب المنزل من قبل مدبرات المنازل، فهذا الشيء يعني بصراحه متابع وعندنا حالات مسجله ويعني وضع الحمد لله مستقر. طيب الحمد لله. الارقام اللي نوه عنها سيد العقيد هنا استاذ فيصل وزميل المخرج ايضا نتمنى انه ياخذ لنا اياها بالكادر، اكو عماله اجنبيه يعني تقبل العمل في مناطق نائيه موجوده بكثره في محطات الوقود اللي على الطرق السريعه غير هذه الاعمال، هاي العماله شلون يتم الوصول الها؟ العملية لربما أعقد، هنا يعول السيد العقيد على وعي المواطن وأيضا الإبلاغ عن طريق الشكاوى وهذه الهواتف اللي نتمنى أنه الزميل المخرج أيضا يعرض لنا إياها في صدد إجابة الأستاذ فيصل. نعم احنا الأرقام عند السيد العقيد يا ريت أمام الشاشة. يعني أنا أقول أنه الوعي أحيانا قد يكون غير كافي للمواطن العراقي، الوعي مقرون بإجراءات كفيلة بإبعاد هؤلاء الأشخاص عن مكامن الخطر. يعني أنت لما تترك شخص معين غير معروف انتماءاته وجنسيته أيضا مشكوك بأمرها وتتركه في منطقة نائية يعمل، أكيد هذا راح يكون مصدر خطر. لذلك
يعني شلون تراقبه هو هذه المسألة المهمة. وبالتالي أعتقد أنه ممكن أن يقوم بأعمال غير قانونية، وممكن أن يقوم بأعمال تؤدي إلى مخالفات كثيرة. احنا نأمل من الأجهزة المختصة أن تعمل بشكل واسع على، نعم يجب أن يكون هنالك تفعيل لموضوع الثقافة المجتمعية داخل المجتمع العراقي من أجل مراقبة هؤلاء وعدم فتح المجال أمامهم بشكل واسع. يعني هناك عمالة أجنبية دخلت إلى كثير من البيوت العراقية وبدون تحفظ، يعني أجنبي غير معروف يعيش مع عائلة، زوجة وبنات وأولاد، وبالتالي يترك أيضا، يعني هو يترك مسؤول عن العائلة عندما يخرج رب الأسرة والأم تخرج إلى عملها. هذه مسائل خطيرة، يعني هذه تهدد البنيان الاجتماعي للمجتمع. نحن بحاجة إلى إعادة نظر بهذا الموضوع، وأنا أؤكد على ما قلته أنه يجب أن يعاد النظر بأعدادهم. يعني المخالفين أكثر من 7000 شخص، هذا رقم خطير. المخالفين، طيب الموجودين إيش قد عددهم الآن؟ هذا موضوع خطير، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى تدقيق، ويحتاج إلى تشريع قانون أيضا يعاقب الشخص الذي يأتي بشخص مسيء، وبالتالي يجب أن يتحمل نفس العقوبة التي ترد على هذا الشخص الذي تم جلبه للبلد. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ فيصل راضريكان الخبير القانوني، أثريت الحوار في هذا الملف، والشكر موفور لحضرتك السيد العقيد محمد العبادي مدير إعلام وعلاقات مديرية الإقامة في وزارة الداخلية. شكرا جزيلا لهذه الإثراءات. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ارحب بضيفي الكريمين في الاستوديو الاستاذ كاظم علياوي معاون مدير عام تربيه الكرخ الثالثة، ضيفا كريما اهلا بك استاذ كاظم، حياكم الله. وكذلك ارحب بالاستاذ نديم البلداوي المشرف التربوي، حياك الله استاذ نديم ضيفا كريما. الله يحفظك، اهلا ومرحبا بحضرتك. اكثر من 13 مليون تلميذ وطالب باشروا اليوم في العام الدراسي الجديد، اكيد تمنيت لهم يعني الخير والحياه العلمية الحافلة إن شاء الله،
ولكن ماذا عن استقبال العام الدراسي الجديد واستقبال التلاميذ والطلاب أستاذ كاظم؟ شكرا مرة ثانية على الاستضافة حقيقة، من خلالكم أزفهن التبارك والتبريكات إلى أخواني وأخواتي الملاكات التعليمية والتدريسية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. كذلك أتمنى لأبنائي التلاميذ والطلاب كل الموفقية والنجاح. تعرف إحنا بداية كل عام نستقبل الطلاب على ما متيسر لدينا من إمكانيات، أضف إلى ذلك أنه بكرنا بتهيئة هذه المدارس من خلال توفير الكتب ومستلزمات الدوام، وتوكلنا بالله إن شاء الله يوم أول يوم إن شاء الله فاتحة خير. إن شاء الله فاتحة خير. أستاذ نديم أجد الترحاب بحضرتك، ولكن نتحدث عن هذا الاستقبال. يعني صحيح يعني صياح ثلثين العزوبية، لكن أكو مستلزمات يحتاجها الطالب أستاذ نديم، يعني أكو تغطية للحاجات المدرسية لهذا العدد الكبير من الطلاب والتلاميذ، لو لا زالوا الأهل يضطرون إلى شراء الكتب بالإضافة إلى بعض المستلزمات. نعم طبعا، في بداية حديثي لازم لابد أن نبارك لجميع الشعب العراقي وبالخصوص الأسرة يعني التربوية ببدء العام الدراسي الجديد. لهذا اليوم حقيقة لابد أن أشير إلى موضوع مهم، بأنه اليوم كانت فرحة عارمة في الشارع العراقي لانطلاق هذا العام الدراسي الجديد. اليوم مثل ما تفضلت أنت، وأحب أن أقول لك، هو إحنا بأمس الحاجة إلى جميع المستلزمات المدرسية، ولكن الأسرة العراقية ما بدت ما بقت تعول بأنه على وزارة التربية، لأنه مثل ما تعرف أنت ويعرف جمهورك الكريم بأنه الوزارة تخصيصاتها المالية قليلة من قبل رئاسة الوزراء. احنا كذا سنة أكثر من عديد من السنوات نلاحظ شوف الموازنة لم تقر إلا قبل 4-5 أشهر، ولحد الآن لم تفعل ولم تخصص الموازنة الحقيقية لوزارة التربية، وبالتالي ده تنعكس على الأسرة العراقية وعلى جميع أولادنا من حيث المستلزمات. فنلاحظ الأسرة استعدادات وتهيئاتها هي بدت قبل أيام مبكرة، بأنه نزلت للسوق واشترت على واخذت على عاتقها بأنه تجهز أولادهم من الأسواق المحلية. طيب أستاذ كاظم، يعني عدد الأبنية المتوفرة، هذا العدد الفعلي الموجود والداخل ضمن الخدمة، هل هو كافي لسد حاجة الطلاب والتلاميذ الموجودين عندنا وعددهم المتزايد؟ يعني الشعب العراقي بنمو مستمر ما شاء الله. أبدا، لكن هذا واقع الحال حقيقة. أنت لو تجي يعني فضاءات التربية قليلة جدا، غالبية الفضاءات الموجودة بالمدن لو نسأل عليها تطلع مالية، دفاع، صحة، يمكن أشياء قليلة فضاءات للتربية. أضف إلى ذلك مثل ما تفضلت الكثافة العددية تقابلها قلة بالأبنية، ولذلك شوف هسه احنا عندنا زخم مو طبيعي، دوام ثنائي ثلاثي بالصف، يعني طلاب أعداد هائلة، لكن هذا واقع الحال ما باليد حيلة. يعني شو تريد تسوي؟ يعني هسه مثلا هاي المناطق الشعبية أو ناهيك عن المناطق الشعبية، شلون أنت تريد يعني تبني مدرسة وماكو فضاء؟ يعني فشي أنا أقول لك، يعني أنا أتوقع وأعتقد يمكن هاي المدارس الابتدائية اللي هي طابق واحد لو يأخذ بها يعني مثلا تهد وتبني على طابقين أو ثلاثة، هنا يعني يمكن تحل بعض من الأزمة. وسنة من السنين أتذكر هدينا وما بنينا، وما نبخس حقوق يعني الناس اللي جاي تشتغل، وأكو افتتاح لمدارس وأكو يعني حملات تطوير، ولكن احنا نحكي على الشيء الايجابي ومقابل الشيء السلبي. اذا تسمح لي استاذ، هو يعني التخطيط يعني جدا لائق، لان المدارس الابتدائيه من خلوها طابق واحد تعرف ان هذا صغير حتى لا يصير مدافع، حتى لا يصير دفاع بيناتهم، فخلوا بس طابق واحد. لكن اكو مهم واكو اهم. الاهم انه مثل ما تفضلت الكثافه العدديه للطلاب، يعني هاي المدارس البنايات ما تشيلهم، يعني هسه وصل يمكن اقول لك بالصف الواحد اكثر من 70 تلميذ وطالب، وهي تاثر سلبا يعني على حصه الدرس، على الاستاذ المحاضر، لكن هذا واقع الحال. يعني احنا نتمنى من فضاءات الوزارات الاخرى ان
تساعد وزارة التربية ببنايات مثل هاي البنايات المدارس يعني. طيب أستاذ نديم، نتحدث عن المناهج التعليمية، هل هي متوافرة بمتناول الطلاب والتلاميذ؟ لو احنا راح نرجع الى المدارس اللي بلغوا طلابهم بان اشتروا الكتب المدرسية والمنهجية من المتنبي. حقيقة أستاذ أحمد هذا الكلام طبعا غير صحيح، المدارس تبلغ الطلاب والتلاميذ بأن أحد يشتري. يعني اليوم لحد اليوم كانت عندي جولات على كثير من المدارس، وعندنا التوزيع الكتب المنهجية للمدارس، وبالخصوص احنا المدارس الابتدائية لحد الآن كانت نسبة التوزيع لا بأس فيها، لا نقول احنا 100% بقدر ما نقول يعني اكو طلاب وتلاميذ ما استلموا كتب، يعني طلاب لحد الان ما استلموا، لانه مثل ما طرقت قبل دقائق بانه قلت لك احنا التخصيصات المالية لوزارة التربية كانت قليلة ولم تقرب وفق المعايير المطلوبة او وفق التخطيط المخطط له من قبل وزارة مدير عام التخطيط لوزارة التربية. ولكن اليوم انا اقول لك يعني احب اطمنك واطمن جمهور فضائيتكم بانه الوزاره يعني عازمه بانه ستجهز كافه طلبتنا الاعزاء بالخصوص المرحله الثانويه باقرب فرصه ان شاء الله خلال الايام المقبله. ولكن المدارس الابتدائيه وزعت الكتب المنهجيه من 50 الى 65% من الكتب الجديده، ولكن المدارس الحاليه عندها خزين من الكتب المسترجعه. هنا المسترجع هل هي صالحه؟ يعني صاحب الحظ بهم يحصل كتاب مسترجع من سنوات سابقه وبالتالي صفحات مفقوده شطب والى اخره، بالتالي استاذ احمد بس انا وراك 65 ماذا عن 35%؟ دول ما ال 35% هسه احنا خلال ايام ان شاء الله قريبه كل سوف توزع، يعني فقط ايام معدودات، مساله وقت لا اكثر ولا اقل. ولكن بس احب اجاوبك بانه على الكتب القديمه، هي مو كتب احنا بالمستوى احنا الموجوده صار 35% يؤخذ من الكتب النظيفه. هناك لجان تشكل من قبل اداره المدرسه لتنقيه الكتب الصالحه لاستعماله، وبالتالي توزع فتره معينه ان شاء الله وسوف تنحل هذه الازمه. نرجع للسنوات الماضية، هسه ما أريد نتحدث عن تبديل المناهج أستاذ كاظم، ولكن على توفير سد النقص لهذه الكتب المنهجية، يعني من الممكن يحال الأمر حتى نلجأ إلى الطباعة خارج العراق داخل العراق؟ ملف الطباعة بالخارج مرتبط بقضايا فساد كثيرة وشائكة. اليوم الحكومة حكومة خدمات رفعت راية مكافحة الفساد، إذا توقفت هذه العملية عملية الطباعة شو راح نسد النقص؟ سيد أحمد حبيبي، إحنا وزارة التربية يعني حقيقة تعاني من تأخير إقرار الموازنة. أنت تعرف يعني اليوم توجهوا 13 مليون بين تلميذ وطالب. خلينا نفترض هي شيء كل طالب في 7 مواد أضربها شقد تطلع؟ زين هاي التكلفة مالتها بالمليارات. إذا يجب أن يعني الوزارة التربية إذا تقرر الميزانية من وقت يمكن من الشهر الثالث يبدون بتهيئة الكتب للعام الدراسي القادم. نعم. إحنا هسه مثل ما تفضل ضيفك أستاذ نديم أنه 50% نطت والباقي يجي تباعا، هاي لحد الآن الميزانية هي قررت صحيح لكن عجبها تنفذت لحد الآن ماكو، ولذلك تكون هاي الكتب ارتباطها وثيق تعرف بالنواحي المادية، لأن مو كتاب وكتابين، عشرات الآلاف من الكتب يجب أن تطبع وتسلم للطلاب، ولذلك نشوف الأيام تسارع والطلاب يعني نسبة قليلة تحصل، كل ما تحصل الميزانية تقارن من وقت راح يحصلون كتب. لكن مع ذلك على ذكر استرجاع الكتب، إدارات يعني من بداية مبلغة للطلاب والتلاميذ أنه يكون المحافظة على الكتاب، لأن هم يعرفون هذا الشيء ده يقرروا. هاي مو أول سنة، يعني يمكن صار السنة الثانية الثالثة تتأخر ميزانية نتأثر سلبا بيه. طيب يعني هسه أكو مبررات أنه تأخر الموازنة أستاذ نديم، ولكن أكو سياسات يجب أن تدرس لكل وزارة قدمت منهاجها وخطتها للعمل لرئيس الوزراء، وبالتالي نتحدث هنا عن هذه السياسة اللازمة لتحسين الواقع التربوي والتعليمي في ظل هذه التحديات وما قطعت الوعود على نفسها الحكومة الحالية.
حقيقة أستاذ أحمد هذا يعني سؤالك كلش حلو جي. احنا يعني أملنا كبير بحكومة السيد السوداني من خلال متابعتنا إلى المستمرة بأنه عنده توجه فيما يخص العملية التربوية، لاحظة باستمرار عنده يعني اتصال مع وزارة التربية، وخير دليل الحد البارحة كان يعني يوم سبت ولقاء بهيئة الرأي وكافة المعنيين بالشأن التربوي، اهتمام واسع. ولكن أملنا كبير بحكومة السيد السوداني وبخصوص السيد الوزير الحالي، تطلعاتنا أقوى وأكثر وطموحنا أكثر بأنه إن شاء الله سوف تكون بالسنوات مثل ما تعرف أنت ويعرف جمهورك بأنه السنوات اللي مرت علينا هذه السنوات كانت سنوات صعبة علينا كلش. مرت أيام كورونا ومرت أيام المظاهرات ومرت أيام يعني العفو السنين اللي عدت علينا، ولكن كان العام المنصرم كان عام التحدي. نتأمل بأنه هذا يكون عام النجاح والتقدم إن شاء الله. أملنا كبير بحكومة السيد السوداني باهتمامه بالقطاع التربوي، سوف يكون إن شاء الله في مصاف الدول، لا نقول إحنا الدول المتقدمة بقدر ما نقول إن شاء الله الدول اللي نرجع كما كنا في السابق. طيب نتحدث عن الملاكات التدريسية أستاذ كاظم، يعني أكيد خطة توزيع التدريسيين للمعلمين، فبالتالي نتحدث عن تغطية كل هذه الأعداد، توزيعهم الجغرافي، ماذا أعدت؟ ما أريد نتحدث عن وزارة التربية بصورة عامة، نتحدث عن مديريتكم على أقل تقدير. أكو حركة نقل الملاك ووفقا لأعداد الطلاب والتلاميذ في المدارس؟ والله أستاذ أحمد إذا أكو واحد من السن القانوني يتأثر هو التربية، لأن ملاكات بدها تطلع الخبرات العلمية بدون تعويض. ولذلك شوف غالبية مدارسنا هي شواغر يعني، وهذا واقع حال، لان احنا مو ليش بدون تعويض استاذ كاظم؟ تكون محاضرين مجانيين تم تعيينهم استاذ احمد الاوائل، اذا تسمح لي. هذا احنا مو ضد يعني تعيين الشباب، لكن يختلف العقد والمحاضر عن اللي الشخص اللي يعين. احنا قبل كان تطلع نسبه وتناسب، يطلع يتعين هذا يعني محاضر، هذا وين هم ممنونين منهم احنا على حضورهم، لكن انت بالتاكيد هذا يراد راتب يراد. انا عتبي وين؟ عتبي انه الملاكات تطلع يجب ان يكون بقدرها تعيين، يعني هذا لازم هيك. ولذلك هسه لو شوف غالبيه مدارسنا تعاني من الشواغر، لان احنا يمكن هسه بس ثبتوا 19 وباقي التحسيب 20 اكو عقود، 21 22 و23 راح تنصرم. هاي انت 3 سنوات بيش قد طلعوا ملاكات من عندنا، وين التعويض؟ لذلك المتضرر الوحيد هو التربيه من خلال هذا. مو بس يطلع، تطلع خبره علميه يعني. احنا محتاجين يعني هاي الخبرات العلميه حقيقه. قلت لك السن التقاعد اذا تاثر بيه تاثرت بيه التربيه بشكل كبير، لكن لا يفهم من كلام احنا ضد الشباب، بالعكس خليه يتعين الشاب، بس خليه يتعين مو يجي يعني هو يروح يحاضر وتعرف انت سنه كامله ما ياخذ يعني يمكن 250، شنو اللي 250؟ لذلك يعني المعلم المدرس يجب ان يكون له مكانته واحترامه وكماليات. يطلع تقاعد ليه قاله بيت لا عنده سياره 40 سنه هو يعني يخدم، وتالي متال يطلع كل شيء ما عنده. نتمنى ومن خلال قناتكم يعني من السيد رئيس الوزراء هاي الشريحه بنات المجتمع انه ينظرون لهم نظره استحقاق واحترام، لان المعلم هو رسول يحمل رساله. طيب استاذ نديم، استاذ كاظم لفت نظرنا الى قضيتين مهمه في قضيه الملاكات، هل هي كافيه او لا؟ هسه قضيه الخبره لما يحال الى تقاعد معلمون اكفياء، وبالتالي الشباب بيهم البركه لكن تنقصهم الخبره، هنا دور الاشراف التربوي. هسه مو انتم تتحسسون حتى من المصطلح، يعني هم قمتوا تسوقون مصطلح المشرف مو من باب الاشراف والرقابه والشده والمحاسبه، قمتوا تسموه الصديق الناقد هسه. نعم. فواجبكم انه يعني في الاشراف التربوي تطورون خبرات الملاكات الجديده في سبيل حتى مخرجاتهم تكون مدخلات في العمليه التعليميه لدى التلاميذ والطلبه. استاذ احمد انت تطرقت الى موضوع الصديق الناقد، طبعا هي تجربه
والتجربة هاي أقرتها وزارة التربية المديرية العامة للإسراف التربوي. نعم. تجربة الصديق الناقد. ولكن احنا بصورة عامة دور المشرف التربوي هو دور توجيهي إرشادي. احنا ليس فقط الإرشاد بقدر ما نقول الإرشاد التربوي هو حلقة من من حلقات وزارة التربية إضافة إلى المديرية العامة للإعداد والتدريب. عندنا كل مديرية بكل مديرية عندنا قسم الإعداد والتدريب باستمرار وبتواصل طبعا إدخال جميع الملاكات. لا نقصد فقط احنا فقط المعلمين الجدد. أستاذ كاظم قبل شوية تطرق بأنه المعلمين المحالين للتقاعد اللي بلغهم السن القانوني هم بقدر ما نقول خسارة يعني كبيرة على الواقع التربوي. ولكن نرجع ونقول احنا عندنا لحد الآن كفاءات تربوية قادرة على أن تطور العمل التربوي. الإشراف عنده ولا يعني باستمرار بإقامة الدورات بالاتفاق مع المديرية العامة للإعداد والتدريب في أقسام الأقسام الموجودة أقسام الإعداد والتدريب بالمديريات، بالإضافة إلى عمله وكصديق ناقد خلال تواجده بالمدارس هو يشوف هو يكون ملم بجميع الاختصاصات ومستمر بأنه تقويم قبل ما يجي يقيم وبعدين يجي يقوم العملية التربوية اللي هي معنية بصورة عامة من أجل النهوض بالعملية التربوية لهذه المؤسسة كمدرسة أو بصراحة كمؤسسة تربوية بصورة عامة. طيب بغض النظر عن الفروقات، ولكن أهمية التعليم الأهلي في التخفيف من عبء التعليم الحكومي، هل كانت له نسبة في سحب بعض الأعداد من الطلبة وبالتالي التخفيف من هذا العبء؟ حقيقة أنا أعتقد نسبة كبيرة، لأن يعني حقيقة هناك غالبية يعني إذا مو أكثر الناس يعني ما يقدر يخلي ابنه مع 70 طالب أو تلميذ بالصف، فشوفه يلتجئ إلى التعليم الأهلي، ولذلك هناك يعني هواي مدارس أهلية. لهذا هاي الأسباب مثل ما قلت لك أنه قلة المدارس مما ولد كثافة عددية داخل كل بناية اضطر بعض الأهالي للتعليم الأهلي. طيب أستاذ نديم، يعني أيضا بغض النظر عن بعض السلبيات، ولكن حرصكم بالإشراف التربوي على متابعة العملية التعليمية والتربوية داخل المدارس الأهلية هل هو متحقق؟ تحاسبون المعلمين؟ طبعا المدارس الأهلية حالة حال المدارس الحكومية من ناحية الإشرافية. طبعا هو توجهنا استراتيجي انت تقسيم تباوع تقسيم المشرفين يساعدهم عند مدارس حكومية بالإضافة إلى مدارس أهلية. متابعة مستمرة، تحقق زيارة 100%. احنا ما تختلف عن المدارس الحكومية، ولكن بس أحب أضيف لك بأنه المدارس الأهلية لو تجي للمستوى احنا نشوف أكثر العوائل، أغلب العوائل بتجي للمدارس الأهلية، وأنا أعتبره مفهومي الشخصي أحكي عن نفسي بأنه هذا فشي خاطئ. مدارس الحكومية احنا حتى لا نبخس دور الإدارات المدرسية، شوف هسه احنا عندنا كثير أغلب المدارس الحكومية ظاهر المدارس الأهلية من حيث الجودة من حيث ونسب التعليم ونسب النجاح والتعليم والانضباط بالتأكيد والانضباط والاستعدادات. هسه انت تشوف اليوم أغلب إدارات المدارس بدأ يأخذ على عاتقه بأنه هو شلون يستعد يصرف من جيبه بالاتفاق مع جميع الملاك المدرسة، يعني حتى على مستوى بأنه هناك كثير من إدارة المدارس سوى على شكل سلفة في سبيل يجي يطور مؤسسته التربوية. أنا اليوم أقول لك يعني المدرسة هي صح المدرسة الأهلية رديف للمدرسة الحكومية، ولكن اليوم المدرسة الحكومية عندها كفاءة عالية من حيث التعيينات الموجودة للاختصاصات، كل الاختصاصات جميع الاختصاصات الموجودة بالمدارس الحكومية. الإشراف دوره دور مهم في العملية التربوية، وبالخصوص يعني أرجع أقول لك اللي هي المدارس الأهلية مراقبته ومتابعته حال حال المدارس الحكومية. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ نديم البلداوي المشرف التربوي ضيفا كريما في الأستوديو، وأشكر كثير لحضرتك أستاذ كاظم عليوي معاون مدير عام تربية الكرخ الثالثة ضيفا كريما، وإثراءات ونجدد التبريكات لطلبتنا وتلاميذنا الأعزاء. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.